مرحبا، في البداية أود تقديم نفسي. أنا طارق زياد جعرور، شريك ومؤسس في شركة فريت أون تكنولوجي. نحن شركة متخصصة في تقديم الحلول التقنية والرقمية لقطاع النقل واللوجستيات. بدأت حياتي العملية منذ أكثر من 20 عاما. عملت في شركات محلية وعالمية، شركات صغيرة وكبرنا سويا، شركات كبيرة تعلمت منهم الكثير. نتحدث اليوم عن قطاع حيوي ومهم، وهو قطاع النقل والمواصلات. قطاع النقل هو القطاع الوحيد الذي لا يموت، هو القطاع الوحيد الذي ينمو بنمو عدد سكان هذه الأرض. هذا القطاع هو شريك جميع القطاعات الأخرى، هو شريك الصناعيين، هو شريك التجار. فبدون قطاع نقل قوي لن يحصل المصنع على مواده الخام، وبدون قطاع نقل قوي وفعال لن يحصل التاجر على البضائع التي يبيعها إلى المستهلك النهائي. هذا القطاع كما ذكرنا هو شريك جميع القطاعات، سواء كانت دول، مؤسسات أو قطاع عام. فالمصنع يجب أن يتعامل أو يحصل على خدمة النقل للحصول على مواده الخام، ومن ثم على توصيل مواده أو منتجاته إلى المتاجر ومنافذ البيع. هذا القطاع كما ذكرت هو شريك جميع القطاعات، وهذه شراكة دائمة ومستمرة ومتنامية. حجم هذه الشراكة في بعض الأحيان هو نصيب الأسد، وبضرب مثال أن المصنع قد اشترى حمولة شاحنة من المواد الخام ب$100، وتكلفة نقل هذه الشاحنة أو هذه البضائع إلى المصنع هو $1000. في هذه الحالة تكون تكلفة النقل هي 10 أضعاف تكلفة المواد المنقولة. وبضرب مثال آخر، تخلص المصنع من فضلات الإنتاج هي عملية لا تدر عليه مالا، لا تدر عليه ربحا، ولكن يجب عليه أن يقوم بهذه العملية. في هذه الحالة المستفيد الوحيد هو الناقل، لأن الناقل سيتقاضى أجرا مقابل هذه الخدمة التي يقوم بها للمصنع. تجارة النقل هي أو صناعة النقل هي صناعة مستمرة دائمة متنامية. لم نسمع في يوم من الأيام أن البواخر قد توقفت في عرض البحر بحلول 5 مساء، لم نسمع يوما أن الطائرات قد هبطت بحلول منتصف الليل. هذه الصناعة لا تتوقف في أي فصل من فصول السنة، لا في الصيف ولا في الشتاء، لا في الربيع ولا في الخريف. هذه الصناعة هي شاملة، تخدم جميع فئات المجتمع، تخدم جميع المؤسسات بغض النظر كانت مؤسسات صغيرة أو مؤسسات كبيرة. فريت أون تكنولوجي، من نحن وماذا نقدم؟ نحن فريق عمل لدينا الخبرة الكبيرة جدا، منا من لديه الخبرة الكبيرة ولسنوات كبيرة في مجال النقل واللوجستيات، منا من لديه الخبرة الكبيرة ولسنوات طويلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، في مجال التسويق، في مجال الإدارة، وفي المجال القانوني. جمعنا جميع هذه الخبرات وضعناها تحت مظلة واحدة، وهي مظلة فريت أون تكنولوجي. ماذا نقدم؟ نقدم الحلول للمشغلين الحاليين في هذا القطاع بهدف فتح أسواق جديدة، فتح أبواب جديدة، تطوير لمنظومة الأعمال التي يقومون بها، وتسهيل دورة العمل بشكل كامل. الفئة الثانية هم المستثمرين الجدد ورواد الأعمال الناشئين الذين يقفون على باب هذه الصناعة. لهذه الفئة نجيبهم على سؤالين مهمين جدا. السؤالين كالعادة: من أين نبدأ وكيف نبدأ؟ من خلال الخبرة ومن خلال التجارب ومن خلال تطبيق منظومات ومنتجات فريت أون تكنولوجي ودمجها بمنظومات عالمية ضخمة جدا وكبيرة جدا، نستطيع الإجابة على هذين السؤالين.
نستطيع تقديم التكنولوجيا ونستطيع تقديم المنتجات النهائية لمن يرغب في الدخول في هذا السوق. بداية وفي الحلقة القادمة سنتطرق لموضوع مهم جدا جدا جدا، وهذا الموضوع يحدث لبس في كثير من المنظومات العاملة في هذا القطاع، وما هو الفرق بين سلاسل الإمداد والنقل واللوجستيات. سلاسل الإمداد لها معنى وتعريف علمي وعملي يختلف تماما عن النقل واللوجستيات. الحلقة الأولى من ضمن حلقاتنا التدريبية سنتناول فيها التعريف ونقاش الفرق بين سلاسل الإمداد والنقل واللوجستيات. ننتظر أسئلتكم إن كان لديكم أسئلة، ننتظر مقترحاتكم إن كان لديكم مقترحات، ونتمنى أن يكون لنا إضافة سواء في مؤسساتكم ومنظوماتكم العاملة، أو نكون سبب وسبب إيجابي في دخولكم هذه الأسواق وأن تكونوا جزء من هذه الصناعة الحيوية والمميزة. نشكركم ونبقى على تواصل. شكراً.